بطل تنس دولي أنور الكموني. أنور صاحبي يا جماعة بحبه. ٢٢/٦/٢٠٠٧ ده يوم صعب أنساه، علشان كنت أبقى موجود في اليوم ده كنت لازم أعدي من حاجات كتيرة صعبة أوي، تيار وهجوم، مدربين مش مقتنعين بعمله، أبتدي ألعب مع شوية أطفال صغيرين في الأول، إصابة خطيرة في ظهري، سفر، بطولات، بس حلمي كان بقى حقيقة، وبقيت في التاريخ ده في اليوم ده بلعب بطولات دولية من بعد ما كان بقالي سنتين بس بلعب تنس، وده شيء صعب جدا. أول بطولة وأنا بلعب حاسس إن أنا دايخ، تعبان، مش شايف كويس، كل يوم بضعف عيني من قبليه، بشوف الكورة مش بوضوح، في الماتش بتاعي مش شايف الكورة بشكل واضح خالص، ولا حتى شايف اللعيب اللي قدامي. فجأة بقع في ملعب والدنيا بتبقى لونها أسود. بضطر أنزل مصر، قاعدين أنا وأهلي مستنيين نتيجة التحاليل، الدكتور بدل ما يجي يديني التحليل او يقول النتيجه ايه، لا ده محتاج عين دم ثانيه، محتاج عين دم ثالثه، محتاج عين دم رابعه، في ايه؟ لا بتطلبه بسرعه جدا وتروح على اي مستشفى، ان اللي باقي في عمره مش كتير، ده مفيش رقم في جسمه. بنلف على اكتر من مستشفى ولا مستشفى عايز تقبل الحاله غير القصر اللي هنا في مساوي، ويقول لك اوضه تعزل، يحطوني في اوضه عزل، كل حاجه ممنوعه، الاقي جنبي كميات كبيره عشان بس افضل عايش. 21 يوم بفضل عايشهم كده، كل حاجه ممنوعه وكانه سجن انفرادي، من بعد ما كنت رياضي وبحقق اول شيء في حلمي. كل حاجه ممنوعه، ممنوع احلق دقني، ممنوع اشوف حد. بعد 21 يوم بعرف ان عندي فشل في النخاع العصبي، وده حاجه يعني خطيره جدا، يعني الجسم مش بينتج دم في القلب ممكن يقف، يعني الجسم مش بينتج مناعه، يعني اي ميكروب يموتني، يعني الجسم مش بينتج صفائح دمويه، يعني معرض لاي خبطه تعمل لي نزيف داخلي. ملاش تحليل، يا اما تنشيط النخاع وده حل ما ينفعش معايا، يا اما زرع نخاع عظمي ولازم يكون فيه متوافق، ولو ما لقوش متوافق هموت. فطبعا الموضوع كله صعب. 3 شهور عشان في القصه دي اختي ما كانتش متوافقه، اخويا هو اللي كان متوافق. قبل العمليه اليوم عايز اخرج من السجن اللي انا فيه، بطلب من الدكتور ان انا عايز اسافر. طبعا ده طلب مستحيل، المفروض تبقى معزول، بس كان طلب مهم بالنسبه لي جدا، وافق بصعوبه جدا. سافرت اسكندريه، كنا في اخر الصيف، ناس بتخرج، ناس قاعده على كافيهات، ناس بتتفسح، افتكرت حياتي ايام لما كنت سليم. وبقيت في اللحظه دي بفكر يعني هرجع لها تاني ولا ده يبقى اخر يوم. بالليل حسيت بنفس الاحساس اللي بيجيني، ان الدم في جسمي بيخلص ولازم ارجع بقى انقل الدم. برجع تاني يوم الصبح بتجهز العمليه، الدكتور بيقول لي اطلع يلا يا بطل سلم على اهلك، احنا عندنا 45 يوم مده العمليه متواصله. انا ما بحبش اللحظات اللي هي فيها نوع من الدراما او نوع من ببص من بعيد عليهم الاقيهم كلهم بيبصوا لي نظره ان اخر مره هيشوفوني رجعت اوضتي تاني. أجهزة كتير بتركب في جسمي، أوضة مختلفة شوية عن الأوضة اللي كنت فيها قبل كده. ببتدي آخد جرعة الكيماوي عشان يموت النخاع القديم. ببص على الناس في المراية بعديها شكلي بقى اتغير خالص. من واحد رياضي بيجري وبيلعب وبيحقق حلمه، لواحد فجأة شعره واقع، لونه غامق، جسمه ضعيف، مش عارف ياكل، طعم الأكل حتى ما بقتش عارفه. ببص على نفسي في المراية وأقول يا رب أصحى من النوم وحد يصحيني ويقول لي ده حلم، أنت بتحلم، ده شيء مش حقيقي، أنت في كابوس. يجي يوم صفر بعد كده وهو يوم النخاع يتنقل في جسمي من أخويا، بحس إن أنا قلبي بيقف، برتعش جامد قوي، بلحق بسرعة أدوس على الزرار، الدكاترة بيجوا، إن فصيلة الدم هتتغير من اليوم ده من إيه لأو، ليه فصيلة الدم أخويا. بيلحقوني الدكاترة بصعوبة جدا، بيتعدي ال 45 يوم وانا خلاص متخيل ان الفتره السيئه في حياتي خلاص خلصت وارجع لحلم تاني وهدفي تاني اللي انا حاربت عشانه. الدكتور بيقول لي خلي بالك انت تخرج من هنا تقعد في البيت 6 شهور تلبس ماسكات، ممنوع تقابل حد لغايه لما
نشوف هيحصل ايه ورب ما يحصلكش طرد عكسي. كنت بقى يعني طرد عكسي يعني النخاع يرفض الجسم او الجسم يرفض النخاع. طبعا ده شيء بالنسبه لي رب ما يحصلش. بس الدكتور انت هرجع العب تنس تاني؟ بيقول لي يعني انا مش عايز اصدمك واقول لك ان ده مستحيل يحصل، بس يا رب ترجع جزء من الانسان طبيعي او ترجع طبيعي، ده المفروض يشغل بالك. انا صراحه روحت البيت قلت نفسي طب حلمي هدفي اروح بيه فين؟ فتحت شوطه التنس، نزلت ملعب التنس، حاولت اتمرن، جسمي ضعيف جدا، شكلي اتغير. للاسف بيجي لي طرد عكسي مزمن. وبرجع تاني المستشفى من بعد ما تخيلت انها كانت مرحله وعدت خلاص. الجهاز الهضمي بيتضرب، الكبد بيبوظ، الكلى بتبوظ، الجلد بيتاثر، باخد كورتيزون بجرعات كبيره جدا. بقعد في الفتره دي سنين بحاول العب وبفشل، برجع المستشفى تاني بحاول العب سنين، بحاول العب وبفشل، ما نجحتش ولا محاوله. في اللحظات دي بتشوف ناس كتيره بتتخلى عنك من بعد ما كانوا حواليك قبل المرض. قررت اني اشتري كلب، ان كنت بشوف الكلب دوت الاخلاص اللي بيحبني من غير سبب، وكاني كنت عايش في فيلم كل واحد ادى دوره براعه والفيلم خلص، كله كان بيمثل. والحقيقي هو الكلب. وفي لحظات دي برضه كنت بقرا ساعات خبر عني في جورنال وحش قوي، كنت مش قادر اسكت. انا عايز العب، عايز اشيل الاجهزه، مش هينفع. انا محبوس في مستشفى ساعات. بعد كده بمر بمشكله تانيه خالص، بعد سنين من الطرد العكسي. ببص على ايديا بلاقيها لونها ازرق، فجاه بتتحول للون الاسود. فجاه بروح للدكتور بقول ايديا بقى زي الخشب، بيقول لي الحق غرغرينا، محتاجين نعمل بدل. كل دكاتره الاوعيه الدمويه كانوا شايفين لازم يحسب بدل في الايد. بالنسبه لي كده الحرب بتخلص خلاص، يعني هحارب عشان ايه؟ انا كنت عارف ان مفيش حد يرجع يلعب تنس بعد العمليه، بس كنت بقول يمكن اكون انا الوحيد اللي يعمل كده. بس لو حصل بدل ما اعتقدش ان اقدر اعمل حاجه. قلت له مستحيل ده يحصل. الدكتور بدا يستوعب ذلك وقال لي هناخد الريسك ونعمل وزن بالادويه، ودخلت في عنايه مركزه فتره، وقعدت ست شهور بدي نفسي حقن الصبح حقن بالليل، وساعات الالم يفجر مخي، بس مش مشكله لازم استحمل علشان اكمل حلمي. في اللحظات الصعبه دايما ربنا بيبعت حاجات معاها صبرها. كنت بكلم بنت قبليها وانا سليم، بدا نتكلم بتاع الانترنت، بتكرر اسافر اوكرانيا عشان اتجوزها. اول مره بشوفها فيها مع تعب يعني بقع. اول مره حمادي تشوفني وانا واقع والدكاتره بيقولوا لي عنده ايه؟ عنده كذا. يا نهار ابيض، مش هتتجوزي واحد مش هيكمل تاني يوم؟ طبعا ده شيء صعب جدا. بقول لمراتي انا لازم نضحي بحاجات كتير، يعني شويه الفلوس اللي معانا نلعب بيها تنس، انا عايز اكمل بيها هدفي وحلمي. انا عارف ان انت عايزه تتجوزي واحد سليم، عايزه فرح، عايزه تعيشي حياه طبيعيه معايا، مش هيحصل ده. ان في هدف لازم يتحقق وعشت عشان. بعد كده ببتدي انزل اقدر من ربنا. وزني بقى 140 كيلو، من بعد ما كان وزني 80 كيلو بقى 10 كيلو في 40 دقيقه. فجاه مش حتى عارف اطلع السلم، السلم حتى بقى صعوبه صعبه. اول يوم بحاول اجري فيه برجع اكسر كل حاجه في البيت. انا مش قادر استوعب ازاي حصل لي كده. ازاي بقالي سنين بحارب ودلوقتي بقى جسمي هو عدوي. زمان كنت بحارب وكان عندي صحه، كنت بحارب لعيبه ثانيه. دلوقتي بحارب نفسي وده شيء صعب. كنت بتمرن 5 دقائق اكلم عربيه ساعات تروحني عشان ربيتي ما تديليش. طبعا الكورتيزون اكل كل العظم والعضلات اللي في الجسم. بسأل الدكتور عبد الله، الدكتور علاج طبيعي ايه الحل؟ يقول لي بص، هو بروتوكول العلاج الطبيعي بعد المرض دوت ازاي تعتمد على نفسك، ازاي تطلع سلم، ازاي تدخل حمام لوحدك، تمشي تاني بعد الكورتيزون. ما كنتش بقبل الحل ده، كنت بحاول كل يوم. من 5 دقائق تدريب لثلاث او 4 ساعات في 2015، وده كان شيء صعب بالنسبه لي وكان فيه الم كبير، بس قدرت احاول الحمد لله. بعت ايميل لنادي في اسبانيا، كانوا مفروض جدا بالقصه. و22 مارس 2015 كنت في برشلونه في نفس المطار اللي انا كنت فيه من 10 سنين، جاي من 10 سنين اللي مريت بيهم بكل الجابوزه ما حصلوش. بدات اتمرن معاك، وصلت لخمس او ست ساعات تدريب في 100 نموذج ليهم، وبدات العب ماتشات محليه، وهم ساعدوني جدا ووقفوا جنبي جدا. اخر 2016 بدات العب بطولات دوليه، بتمرن ال7 وال8 ساعات، وشكلي اصغر وبعمل كل حاجه كان العمليه ما حصلتش. مين واحد في العالم بس اللي عمل ده؟
المفروض ان انا ما كنتش عايش، والمفروض ان انا ما كنتش ابقى طبيعي، والمفروض ان انا ما كنتش العب بطولات دوليه. ان هي كانت معجزه من عند ربنا سبحانه وتعالى ان نتيجه 29 سنه و 23 سنه كنت مصنف عالميا، معجزه ان انا اعمل امر المثل في النخاع العظمي وارجع تاني طبيعي، معجزه ان الكورتيزون 7 سنين اتغلب عليه وما ياثرش فيا بس على كرسي، معجزه ان انا يجي لي غلغلينه واعدي منها. لازم كمان بطل نقول ليه انا بيحصل لي كده، لازم نقول ليه انا ما عملش كده. ساعات جسمنا والواقع بيقول حاجه تانية خالص غير المفروض تحصل، بس روحنا ربنا خلقها غير محدوده، تقدر تكسر المستحيل كتير. ناس الحياه والناس هيبقوا صعبين وهيبقوا ضدك، حارب عافر. الناجح كان واحد اصلا فاشل بس عمل محاوله زياده. محدش هيكتب قصتك وقصتنا غيرنا، كل واحد لازم يكتب قصته ويسيب بصمته. اكتب تاريخك. شكرا. We'll be right back.